يسرنا أن نتواصل عبر سكايب مع الأستاذ ضرار العلي رئيس قسم التنبؤات الملاحية بإدارة الأرصاد الجوية. راح يطلعنا على أحوال الطقس المتوقعة في البلاد في عطلة نهاية الأسبوع. مساء الخير أستاذ ضرار. مساء الخير أستاذة مشاعل، ومسي على جميع الزملاء في الاستديو، ومساء الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. مساك الله بخير أستاذ ضرار، وشكرا على قبولك هذه الدعوة في برنامجنا، برنامج مساء الخير الكويت. لاحظنا قبل شوي، يعني قبل أن ندخل الاستديو، كان ما شاء الله الأجواء ممطرة شوية، عسى الله يكتب الخير بإذن الله. والأجواء طبعا من أمس خاصة بالليل تميل إلى البرودة. ودي أتكلم عن هذه الأجواء، وأيضا الأجواء عطلة الويكند هذا. نعم، مساء الخير أخوي عيد. وبالنسبة لطقس اليوم، لاحظنا اليوم من الصبح شوية كان في اعتدال بسرعة الهواء، الرياح الجنوبية الشرقية تالي كانت نشطة السرعة، وصلت يمكن بلغت سرعتها أكثر من 70 كيلومتر في الساعة، خاصة بالمناطق البرية، أثارت بعض الأتربة وانخفضت الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض الأماكن. من المتوقع كذلك مثل ما قلت أخوي عيد أن هناك أمطار كانت متفرقة على أغلب مناطق الكويت، متوقع أن تكون هناك أمطار أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبإذن الله تكون أمطار خير الله ينفع فيها البلاد والعباد. متوقعين إن شاء الله يعني من الليلة استمرار فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق يوم الجمعة والسبت والأحد بإذن الله. يصاحبها طبعا نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 45 كيلومتر في الساعة، خاصة مع وجود الغيوم الركامية والأمطار الرعدية. نعم أستاذ ضرار، يعني توقعاتكم للأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع هذا مطر راح يكون إن شاء الله بإذن الله. طيب ماذا عن البرد؟ متى نلبس شتوي؟ نلبس شتوي إن شاء الله عادة، يعني بعد إحنا عادة يعني بشهر نوفمبر تينا موجة برد تقريبا تخفض درجات الحرارة، مثل ما لاحظنا الأيام اللي طافت يمكن وصلت درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات الصغرى، كان طقس بارد. نعم، خاصة بالمناطق البرية، خاصة مع الرياح الشمالية الغربية اللي تكون جافة شوية إحساسنا بالبرودة راح يزيد. خلال الأيام المقبلة إن شاء الله راح نحس بالدفء، خاصة بالأوقات بأوقات الظهر، كذلك ما راح تنخفض درجات الحرارة الصغرى بسبب الغيوم الموجودة، أيضا بسبب الرياح الجنوبية الشرقية راح يكون الجو دافي، لكن متوقع انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله، لكنها ما راح تنخفض وايد، متوقع ان تكون درجات الحراره العظمى ما بين 23 الى 24 درجه مئويه، تنخفض صغرى تصل الى 13 الى 12 درجه مئويه باذن الله. ماذا عن الرطوبه؟ الرطوبه راح تستمر ويانا ان شاء الله خلال فتره او عطله نهايه الاسبوع خلال الايام المقبله باذن الله، وهذا اللي يساعد على تكون الغيوم وايضا الامطار باذن الله، ونقول يعني الله يرزقنا الغيث وايضا الامطار، امطار رحمه لا امطار عذاب ان شاء الله. نعم استاذ ضرار، احنا ما راح نقول لك يعني توقعاتك الاساسيه، لا نبي توقعات تقريبا متى احنا نشتي بالضبط؟ كسؤال مباشر يعني. نعم، شهر 12 ترى في ناس يعني تشتي، في ناس تحس بالبرد يعني بحكم طبيعة الجسم، في ناس مبرادين يعني وشتوا أساسا يعني. أنا قال لاحظت ترى على فكرة كلامك على المتمة، لاحظت أمس واليوم في ناس مشتين. هم لأن تفرق عندهم أستاذ ضرار، لأنهم تفرق عندهم الشباب بلون الدشاديش، فهم يبون رسميا متى يلبسون الألوان الغامجة. بالنسبه لكم انت واختي مشاعل، لا احنا اي عشان كذي جاكيت وخلاص، عشان كذي كان سؤال لك مباشر. بالضبط اي، ان شاء الله الشتوي ان شاء الله بدايه شهر 12 في راح نلاحظ الناس مشتيه اكثر باذن الله، وعاده شهر 12 يمكن الشباب خلينا نقول يمكن قبل نص 12 راح نشوف في ناس مشتيه باذن الله. اي نعم.
خاصة بالليل ترى، خاصة اللي يروحون الكشتات يطلعون برا هالأيام، في ناس وايد يطلعون كشتات الجو بارد يعني تحتاج حتى بشت أو فرو أو يعني أو هدوم دافية يعني. هو لازم الحين الواحد معاه يعني شيء ثقيل بالسيارة عشان الأجواء يعني الليلية هذه يميل للطقس البرودة يعني. صدرت كلمة أخيرة. والله حاب يعني أنوه الأخوة خاصة اللي يطلعون الكشتات وهل البر اللي يطلعون نزهة وكشتات، وأيضا إخواننا مرتادين البحر يأخذون الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة بسبب نشاط الرياح مع أمطار رعدية متوقعة. إحنا عادة يكون هناك نشاط في الرياح مع مصاحب للأمطار الرعدية، وحفظا لسلامتهم أتمنى أن يأجلون أي نشاط سواء بحري ولا طلعة البر إلى ما بعد يوم الأحد إن شاء الله، وهذا حفاظا لسلامتهم. كذلك الأخوة اللي يعانون من الربو والحساسية الأيام المقبلة هناك أمطار رعدية متوقعة، خاصة اللي يعانون من الربو والحساسية أن أنصحهم أن يخففون من الطلعات وأن يأخذون أدويتهم وياهم ما ينسونها، لأن هناك في ما يسمى ب الربو الأمطار الرعدية أو انتكاسة الأمطار الرعدية، وهذه بسبب الغبار الموجود في، لأن الغيوم تكون محملة بالأتربة والغبار وتنزل مع المطر. نلاحظ يمكن احنا في ساعات ريحه المطر شويه، وهذا بعض الناس شويه تاذيهم ريحه في حساسيه بصدرهم. اي صح بالضبط، مع قطرات المطر هذه اللي تنزل هناك بعض حبيبات الرمل لا ترى بالعين المجرده لكنها تدش الى الجهاز التنفسي وتؤدي الى اختناق. قد يصل الجميع باذن الله. ونعم وصارت هذه في سنوات السابقه، واتمنى السلامة للجميع والله يرزقنا الغيث والأمطار. اللهم آمين ويعطيك الصحة والعافية. وما قصرت على طبعا على تواصلك معنا على هذه المعلومات أستاذ ضرار العلي رئيس قسم التنبؤات الملاحية بإدارة الأرصاد الجوية على هذه المشاركة. فاصل ونواصل بإذن الله.